كل ما هو مذيلا بكلمة الشعب بالنسبة لي بيبقى مزيكا. بص البتاعة دي أنا مش أهو. المهم بيبقى بالنسبة لي مزيكا جدا. تقولي مثلا مسرح الشعب مزيكا، سينما الشعب مزيكا، كتاب الشعب مزيكا. ليه؟ لأنه ده انعكس، يعكس الأهمية القصوى لأنه الدولة تبقى مهتمة جدا بوصول منتج ثقافي لكل الناس بسعر معقول حنين حبتين. وزيرة الثقافة المصرية دكتور إيناس عبد الدايم تعلن إطلاق مشروع سينما الشعب في محافظات مصر. زي ما كنت بقول لكم ده واحد من أروع المشروعات اللي أنا سمعت عنها خلال 10-15 سنة فاتوا. معانا على التليفون صديق عزيز المخرج المحترم دكتور هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة. ازيك يا دكتور؟ ازي سيادتك يا فندم استاذ يوسف؟ عامل ايه؟ سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير ورمضان كريم علينا جميعا وعلى مصر. يا رب يخليك يا رب علينا جميعا. كلمني شويه عن سينما الشعب اللي هو كل اللي اقدر اقول عليه يعني برافو برافو برافو. الحقيقه يا فندم يعني زي ما حضرتك قلت السينما انت يعني انت تعلم مدى اهميتها كاحد القوى الناعمه والقوى المضيئه في نشر الوعي الثقافي والفني طبعاً. في ربوع مصر طبعاً. وزي ما في مسرح والمسرح منتشر في كل المحافظات، الحقيقه معالي الوزيره وجهت ان تعود مره اخرى السينما الى المحافظات. يعني احنا عندنا من خلال الهيئه العامه لقصور الثقافه اللي هي اللي بتقوم بتنفيذ هذا المشروع، لانه المواقع اللي موجوده في محافظات مصر المختلفه موجوده من خلال قصور الثقافه. فالحقيقه كمرحله اولى احنا بالفعل بدانا نشتغل على عده مواقع، وهي المواقع المجهزه للافتتاح حاليا، وهي خمس مواقع موجودين، هي في الانفوشي في الاسكندريه، والسادات، وشبين الكوم في شبين الكوم في المنوفيه، وقنا. ولانه احنا زي ما بنشتغل سينما احنا كمان يعني راعينا ان احنا نحافظ ايضا على كافه الانشطه الثقافيه والفنيه، بحيث انه احنا نبقى قادرين نقدم المسرح وكمان نقدم السينما. ففي المرحله الاولى بالفعل تم تجهيز مجموعه قاعات العرض اللي زي ما بقول لحضرتك عليهم الخمس قاعات دول، والمرحله اللي بعد كده على طول هتبقى بعد العيد هيبقى في دسوق وفي كفر الشيخ وفي سيوه وفي هبس في الوادي الجديد. حلاوه. والحقيقه المشروع زي ما حضرتك قلت يعني مع الوزيره بالتنسيق مع الهيئه العامه لقصور الثقافه، انه السينما تكون للشعب، تكون تتقدم باسعار بسيطه واسعار في متناول الجميع، واسعار للشعب تكون الكل يقدر يدخل السينما، الكل يقدر يتفرج على نفس الافلام اللي بتتقدم في القاهره، وده احد اوجه تقديم العداله الثقافيه. حلو. زي الفيلم ما بيتعرض في القاهره في المولات الكبيره، هو ايضا بيتعرض في محافظات مصر المختلفه تحقيقا لمبدا العداله الثقافيه. يعني مش هنقدم افلام قديمه ولا حاجه؟ لا يا فندم، احنا هنقدم الافلام اللي بتعرض. أيوة. في السوق. ايوه، لانه انت عارف على طول العيال بتاعت الاخوان قامت قومه كده اهو، اول ما سمعوا الخبر قال لك يا جماعه ده هيشغلوها سينما شعبي من بتاعت زمان، العرض مستمر ويجيب لك افلام من السبعينات والثمانينات، وهو ده اللي موجود. لكن احنا كده هنقدم افلام اللي موجوده في السوق في مواسمها، هتقدم سينما النهارده باسعار زمان زي شعار المشروع. ده السلوجن فعلا. حلو قوي. اسعار زمان دي يعني تتراوح سعر او يتراوح سعر التذكره من كام لكام؟ احنا عندنا هيبقى السعر يعني 30 و40 جنيه، لان احنا عندنا قاعات ممكن يبقى فيها لوج او فيها بلكون، يعني ممكن يبقى فيها مكان مميز، لكن هي السعر لن يتجاوز ال 40 جنيه طبعا بعد خصم الضرائب وكل التفاصيل اللي هي ليها علاقه بضرائب الملاهي او الاستقطاعات الاخرى اللي تبقى في التذكره. حلو جدا جدا. طيب قلت لي انه احنا كده هنبقى بنعرض سينما وبنقدم عروض مسرحيه، وكمان ان شاء الله الامر سوف يستمر، لان احنا هنوسع هذه الشبكه في عموم الجمهوريه اكتر واكتر. احنا لحد دلوقتي دي المرحله الاولى. احنا المرحله الاولى يا فندم خمس قاعات عرض، وبعدها على طول بشهر هيبقى في خمس قاعات عرض تانيين، وخلال عام هنكون استهدفنا انشاء 40 دار عرض سينمائي. دكتور هشام انا مش عارف اقول لك ايه، انت فرحتني فرحه غير طبيعيه غير طبيعية. أنا بشكرك جدا 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 على المكالمة، وبشكركم على هذا المشروع، وأرجوك اشكر لنا الدكتورة إيناس على اهتمامها الدائم بثقافة المصريين. أشكرك جدا مخرج والدكتور هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة. اللي جاي بقى اللي أنا طالبه من دكتور إيناس مكتبة الشعب، ده اللي أنا مستنيه.
انا مستني مكتبه الشعب. احنا كده عندنا سينما الشعب وعندنا مسارح جواله ومتنقله، فاضل لي كمان مكتبه الشعب، وتبقى يا سلام سلم حاجه عظمه. الثقافه المصريه بتتكلم كما جرت العاده، هي الثقافه الرائده في هذا المجتمع العربي العظيم.